خلينا معاك اتصال تليفوني مع الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي والمالي. دكتور هاني مساء الخير. اهلا بحضرتك، مساء الخير. ما هو العائد من هذه المدن الجديده دكتور هاني؟ خليني بس يعني هنا اوضح يعني ان المدن الجديده دي يعني تم التخطيط لها ضمن استراتيجيه قوميه بتهدف الى انها تعمل تنميه شامله في مصر، وده من خلال إعادة توزيع السكان وكمان تحديث القريطة السكانية العمرانية. جميل. المشكلة اللي عندنا في مصر إن عندنا مشكلة كبيرة جدا في التركز السكاني كبير جدا في شريط ضيق، وعلشان كده الدولة بتقوم بتطوير سياسة عمرانية بتحقق مستوى أفضل للمعيشة للمواطن المصري، وبتخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وكمان بتوفر بيئة عمرانية أفضل للجميع، إلى جانب طبعا معالجة المشكلات الناشئة عن التكدس في النمو السكاني والنشاط الاقتصادي اللي متركز في العاصمة اللي هي عاصمة اللي هي القاهرة وعواصم المحافظات. ولذلك نلاقي أن المراكز والقرى لم يحدث فيها تنمية منذ عقود طويلة، أو التنمية مش بتصل إلى النسب المستهدفة. احنا عندنا في مصر عدد المدن تقريبا 223 مدينة بيسكنها تقريبا في حدود 43% من السكان، وبيتركز 56% منهم بس في منطقة القاهرة الكبرى ومحافظة اسكندرية. ده بيوضح حجم المشكلة ويوضح حجم التركز السكاني في العاصمة والعواصم عواصم المحافظات. احنا متوقعين ان يعني وفقا لاخر احصائيات السكانية للأمم المتحدة في توقع ان هيكون في زيادة سكانية كبيرة، وهيرتفع عدد السكان من 104 مليون ل 160 مليون في عام 2050. فالمشكله بتتركز في ثلاث نقط رئيسيين وذكرهم الدكتور سيد. 95% من السكان في مصر بيسكنوا او بيشغلوا 7% من تحت الجمهوريه، وان وادي النيل بيعتبر اكثر او اكبر الكثافات السكانيه في العالم، وفي مشكله اخطر هي الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه اللي هي تاكلت بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضيه. فكان لازم تطوير استراتيجيه وطنيه تاخد في الاعتبار التوزيع السكاني، التوزيع الافضل للمواطنين في مدن جديده، وتعالج المشاكل اللي احنا اشرناها. طب خليني دكتور هاني اتكلم هنا، حضرتك ذكرت بعض النقاط هتوقف عندها، مساله الاعتداء على الاراضي الزراعيه، وخلينا اقول ان الدوله المصريه اتخذت من القوانين القويه لمنع هذا الاعتداء، لكن هنا برضو عايز اتكلم على مساله السيد الرئيس فتحي السيسي اكد في اكثر من مؤتمر ان الدولة المصرية ملزمة بتوفير سكن لكل مواطن، وحضرتك اشرت الى هي مشكلة، بالتأكيد هي مشكلة قد تكون سلبية وقد تكون ايجابية في بعض البلاد الاخرى، هي مسألة الزيادة السكانية يعني، وده محتاجة يعني ملف محتاج كلام كتير يعني، وهنا اتحدث عن زيادة سكانية وفي نفس الوقت الزام او التزام من الدولة بتوفير سكن لكل مواطن. كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة، خاصة نحن نتحدث عن يعني توفير سكن لكل مواطن تحت عنوان حياة او يعني جودة للحياة، يعني جودة حياة مش مجرد ان احنا بنقعد الناس في بلوكات او عمارات وخلاص يعني. هو ده الحقيقة الهدف من المدن الجديدة، والهدف منها ان او سياسه المدن الجديده راعت البعد الاجتماعي، وكما ذكرت ان التوجهات القياده السياسيه بتوفير سكن ملائم لكل مواطن. فسياسه المدن الجديده راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشعب المصري، وبيتم توفير في المدن الجديده وحدات بنظام الايجار ويناسب الفئات المستهدفة، إلى جانب
ايضا نظام التنبيك وتسليم الوحدات دي للمواطنين مرفقة بالكامل ومشطبة، وبتوفر كمان كافة الخدمات داخل المجمعات السكنية في المدن الجديدة بالخدمات اللازمة أو المرافق اللازمة زي النوادي ودور العبادة والمحلات التجارية وغيرها، وإلى جانب طبعا ربطها بوسائط المواصلات العامة اللي تسهل انتقال المواطنين داخل المدينة أو المدن الجديدة مع باقي المدن في الجمهورية. خليني دكتور هاني أخيرا، الحديث الآن أو الحديث طول الوقت عن يعني خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، حتى الأمم المتحدة تتحدث عن تنمية مستدامة بقى 2050 وهكذا. يعني خليني أتكلم على جهود الدولة المصرية فيما يخص هذا الأمر، خاصة أن احنا لما بنتكلم عن تنمية مستدامة نتحدث عن الاستخدام العادل للموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة. ده الحقيقة الهدف من تطوير الجيل الرابع من المدن اللي هي المدن الذكية. فاحنا يعني الدولة عندها خطة أو طورت خطة شاملة على مدار السنوات الماضية إنها تبني نحو 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، سواء في الدلتا أو الصعيد أو القناوي، وكان آخرها مدينة المنصورة الجديدة اللي افتتحها سيادة الرئيس مؤخرا. فالمدن يعني لو هنقارن، في عندنا مدن الجيل الأول ومدن الجيل الرابع. المدن الجيل الأول دي زي مدن زي العاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب. مدن الجيل الرابع دي أصبح عندنا دلوقتي يعني بالفعل عدة مدن من مدن الجيل الرابع زي أكتوبر الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة ومدينة الجلالة. فكل المدن دي فيها يعني المعايير الاستدامة، معايير المدن الخضراء، أيضا فيها يعني مواكبة للتطور التكنولوجي الجديد و تطبيق معايير الاستدامة بالتأكيد. في ويمكن الأهم في هذه الأمور برضو استخدام محاولة استخدام الطاقة المتجددة، وده شيء مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمالي.